من أجل تحسين عمل شركتي المياه والكهرباء بأبشة. وقف ولي ولاية والدي الجنرال إبراهيم سعيد محمد بمقر الشركتين واجتمع بمسؤوليهما. فالاجتماع الأول عقده الوالي مع مسؤول شركة شادية للكهرباء بأبشة روزي كليلوني، قال إن المولد الأكبر بالشركة والذي يمتلك قدرة أكثر من 1200 ميجاوات قد تعطل، لكنهم ينتظرون وفد من العاصمة نجمينا لتصليحه، لذا لن تستطيع الشركة أن تغطي المدينة بالكهرباء في الوقت الراهن. بينما شرح مدير الشركة شادية للمياه بأبشة آدم موسى، قال إنهم عملوا صيانة عامة للمحطة ووضعوا عدة استراتيجيات، مما أنتج ذلك في زيادة المياه بأكثر من 1000 متر مكعب يوميا لمدينة أبشة. وبهذا أن مشروع البطيحة الآن ينتج أكثر من 5000 متر مكعب يوميا، وهذه هي قدرة المشروع منذ إنشائه. لكنه صرح رغم هذه الحلول والتعديلات فإن مشكلة المياه بمدينة أبشة لن تحل تماما إلا بوصول مشروع البطيحة 2، لأن عدد سكان مدينة أبشة تضاعف بمرات عديدة. أما ولي ولاية والدي الجنرال إبراهيم سعيد محمد قدم توجيهات صارمة لمسؤولية الشركتين المياه والكهرباء، تمثلت في متابعة كل العمليات بدقة، محذرا بعدم التهاون بكل الأمور، مضيفا أن المياه والكهرباء من أساسيات الحياة فلا بد من الاهتمام بهما. هذا وللتنويه أن الوالي تفقد المولدات وخزانات المياه وكيفية تصريف المياه داخل مدينة أبشة. بهدف الوقوف على أعمال اللجنة الولائية لإدارة الأزمة الصحية بشارع الأوسط، قام وفد من وزارة الصحة العامة بزعامة المستشار روحانغا راهو بزيارة تفقدية إلى المنطقة، وعقد خلالها الوفد لقاء مع أعضاء اللجنة، وذلك لمعرفة سير عملها والصعوبات التي يواجهونها. وخلال اللقاء بيّن رئيس اللجنة الولائية لإدارة الأزمة الصحية بشارع الأوسط حاكم الولاية جبير يونس بأنه منذ السابق من شهر مايو المنصرم وحتى الآن سجلت الولاية 11 إصابة و4 وفيات، ولكن اللجنة بمساعدة الجمعيات المدنية وكل أبناء الولاية قامت بتوعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء ودعوهم إلى احترام الإجراءات الوقائية. ومنذ ذلك الوقت الوضع الصحي تحت السيطرة. وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الوفد أعضاء اللجنة على هذا العمل الجاد الذي يقومون به، كما أكد لهم بأن المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية ستدعمهم بكل ما يحتاجونه من أجل التخلص من وباء كورونا بشارع الأوسط. قدم كل من حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد وحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم وكذا تجمع أبناء لامي فورتين قدما عدد كبير من الكمامات للجنة الولائية لإدارة الأزمة الصحية بشارع الأوسط كإسهام منهم لدعم اللجنة في مكافحتها لوباء كورونا بالولاية. فأثناء المناسبة أوضح ممثلي الأحزاب الداعمة بأن هذا الوباء يحتاج منا جميعا كشاديين التكاتف من أجل دحر انتشاره. رئيس اللجنة الولائية لإدارة الأزمة الصحية جبير يونس خلال تسلمه لهذه المعونات أبدى عن إعجابه بهذه اللافتة الكريمة التي قام بها ممثلي تلك الأحزاب وكذا تجمع أبناء لامي فورتين، موضحا بأن هذا الدعم بدون أدنى شك سيساعدهم في مجابهة كورونا والحد من انتشاره بولاية شارع الأوسط. ما زال التصل إلى ولاية جرا هبات الدعم والمساعدة للوقف جميعا من أجل محاربة ومكافحة مرض كورونا الذي تأتي فيه ولاية جرا في المرتبة الثانية على مستوى البلاد بعد أن سجلت 19 حالة. وعليه فقد قدمت شركة وادي كندي 100 جوال أروس و100 كرتونة معكرونة بالإضافة إلى 30 جالون زيت، إيمانا منها للوقوف مع المرضى الذين يحتاجون إلى إعاشة من وقت لآخر، وذلك دعما لجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي وضع اهتماما كبيرا لمكافحة مرض كورونا ودهر انتشاره من البلاد. ندعم الحكومة في هذه المهنة وذلك بالمعدات اللازمة من أجل مكافحة الوباء،
ونقف وراء قائد هذه المسيرة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يسعى دائما من أجل سلامة وأمن هذا البلد. كما أضاف ممثل شركة وادي كندي إبراهيم حسن مكي بأن الشركة مستعدة من أجل تقديم المزيد في سبيل محاربة هذا المرض، كما قدمت شركة ACBH للبناء هي الأخرى عدد من مواد النظافة كدعم لهذه الولاية التي سجلت عدد كبير من المرضى. نحن المواطنين لازم نقوم بكامل همتنا ونقف وراء حكومة هنا بوقت الصعب الجينا فوقا كم شيء ما في كله الإيت الماء يمد القليل ما يمد الكثير. هذا وفي كلمته بعد استلام هذه المساعدة فقد أثنى الأمين العام لولاية جيرا جرامبيتي نيغاميو على جهود شركتي وادي كوندي ACBH ودعا البقية إلى الامتثال بهذا النهج، كما انتهز الفرصة ووصى إلى الالتزام والتحلي بروح المسؤولية مع احترام القرارات والإرشادات الصحية، ووعد بأن هذه المساعدة جاءت في وقتها المناسب وستصل إلى مستحقيها. التصدي لفيروس كورونا ومحيه من تشاد هو الهدف الأساسي للتجمعات والمنظمات والأحزاب السياسية وفي مقدمتهم الحكومة التشادية، لذا جاءت هذه المبادرة من مكتب حزب الوسط بوداي بتقديم كمامات لصالح تجاري المواشي بسوق البهائم لمدينة تبشة. ومن جانبه ممثل التجار بالسوق السيد عبد الله آدم يحيى قال إنهم فرحون بهذه المساهمة التي جاءتهم من حزب الوسط، مؤكدا أنهم يرتدون هذه الكمامات وتطبيق كافة قرارات الحكومة لوقف جائحة فيروس كورونا. كما عبر الأمين العام لحزب الوسط الولائي حبيب يعقوب جبال عن فرحته بهذه اللحظة والوقوف مع تجار البهائم للحد من انتشار كوفيد-19. هنا ننشد المواطنين من هذا المنبر كونه أي واحد فيهم يستعمل الكمامة ويغسل أيادي يوميا وباستمرار لكي يتجنب هذه الأمراض. هذا هو للإشارة إن الجمعيات والأحزاب تواصل توعيتها وتوزيع الكمامات لوقف انتشار هذا الداء الخطير.